وأحب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الساع في متابعين الأحباء، في الجميلين الرشيقين الحلوين. وبعدنا مكملين السلسلة، أنا قلت لكم إذا دعمتوا السلسلة كنت أبغى 50 لايك على الحلقة الأولى، لكن ما شاء الله ما قصرتوا الصراحة، السلسلة مستمرة لكن قريب تخلص، قريب يعني قريب، يمكن شوي يمكن يعني شوي نستغني عن السلسلة هاي. انزين لحظة، هذا ما ابى ادري، قاعد افضي المكان في مكان غلط، مو مشكلة، لان ابى اشل من هاي ال 500 اللي هو 100 200 300 450، اخذ الكل 500 هاي حلو، ونبى 150 محرك. في شغلات جديدة شوي، انا قلت لكم شو بسوي قبل، بس برد بقول لكم انه اللي انا سويته اليوم اني بعق السامان هذا كله برا، واحدة من الشغلات اللي راح اسويها. بعد بعق هالويرات ما بهن، 1 2 3 150. شو كيف بيحصل جرافكس اللعبة يعيبني والله، يتم يبهرني، شوف البراغي كيف ولا المسامير على كلامهم. حطيت خط انتاج حق البيم اللي هو الحديد المقوى اللي فوق الستيل، وحطيت خط انتاج حق الفريم ولا الاطار اسمه اطار المعياري، وحطيت خط حق اللي هو الموتور نفسه. طبعا احنا محتاجين 150 موتور و500 اطار، الاطار وايد طول والله الصراحه معي، يعني انا عدلت الخطوط كامل، عززت الانتاج، حطيت هني محطتين شو حق انتاج الفولة والحديد المقوى، انا اسف مش الفولاذ، وعدلت شوي الخطوط وسويت تحديث حق كل الاحزمه للحزام الجديد اللي هو ام كي 3 اللي هو جدا جدا سريع. الحين لو بدوس على واحد تطير على المكان هذا، كله محدث، شوف المصنع هذا. الحين اللي بنبغى نسويه نحن نبغى نحدث على اساس نطلع منه، نطلع شوي يمكن بترول نطلع، ونبدا على الحلقه هذه الحلقه الجايه نبدا ننتج شو بترول اذا قدرنا، لان بترول مو معناه في سيارات، بس حبيت اني ما ابدا هاي الشغله الا معاكم. شوفوا 50، يا سلام والله اخذ مني وقت مش طبيعي، 1 2 3 تحميل اغلاق محكم الحالة، بنعطيه اطلاق، ارسال الصندوق، ارسال يا ولد، ارسل الصندوق للفضاء. انا بعرف منو اللي في الفضاء يتريان يشيل السامان على اساس يفتح لي التير هذا. جميل المنظر صح؟ انزين الحين خلنا نرجع هناك، بيكون فتح عندنا على فكره سيف جديد فنان، شوفوا يو ستار وورز، اوب اوب هب يوج الفقر. شوفوا المكان فضيته شليته عقتها برا، شوفوا المكان حليو، في دريمه هني، في مجموعه سلالم تودي لفوق، وسويته هني شو نفس الورشه حق ربعي اذا دشوا. للحين ما مخلي حد يدخل انا الجيم على اساس ما يخربون علي يبنون شيء. شوفوا معالجه النفط عندنا، وعندنا غير معالجه النفط عندنا الصناعات التحويلية، شاحنة ومصنع وكمبيوتر، وعندنا هني بنية تحتية سير MK4 450 مورتار، وايد سريع، وايد 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 سريع، مولد الوقود. طبعا نحن نباهم كلهم من الآخر، ما نبى واحد ولا اثنين، نبى كل شيء. الحين اللي أبى قاس ماسك هذا والله أحتاجه تصدقون، لأن هذا بس يبالي كمبيوتر عشان أسوي، فما منه فايدة إني أقعد أجرب. فلتر هاي زين يوم بدخل اماكن فيها حق اوفر كلوك وربع اللي هي حق تسريع ولا تزويد الكمبيوتر. الكمبيوتر هو جهاز منطقي يستخدم التحكم في السلوك المتقدم للاجهزة. نايس نايس، لوحة الدائرة، مطاط، بلاستيك، وقود اللي هو البترول اللي نعرفه، مضخة نفط، وايد امور. انزين بما ان عندنا وايد امور، يبانا تعرفون شو مضخة نفط مصفاة نفط، خلنا نسوي بترول هالحلقة. انزين بس بترول اظني ما ينفع بلي شاحنة، لانه ما بيفتح لنا الشاحنة، الشاحنة هني بتكون فاتحة، فاوريدي يبالنا الضعف اللي نشوفه نحن، مش نفس اللي قاعدين نشوفه ترى. بس خلنا نستكشف شوي بترول. انزين مصنعنا ما شاء الله ضخم، طوابق وهذا مصنع صراحة جميل، أنا حاب مصنعي بمدحه اليوم، المصنع الجميل. أنت تعال كلكم تعالوا، نبا 50 100 بشل، قلنا 50 قلنا دبل نبا صح،
ونبى انت منك 26. هذا معاناه والله، ان هذا معاناه، صناعه هذا شيء معاناه، قضيه. عندي حل، بشيل هاي ابو شيب عقن داخل، بفضي الشنطه مالي زين، وبصنع مانيوال. شوفوا كيف الصبيه الارض، هالخرسانه هاي كلها اللي تشوفونها في خيش، ها كلها خرسانات. شوف خرسانات يجون من تحت لفوق. زين، هذا معناه انا راح شو اسوي؟ خلنا نفضي هاي اللي عندنا اول شيء، يبقى 13 غير، يبقى مكاين 50. اوه نسيت اجيب الوايرات، يبقى كيبل شيء بعد. يبقى 200 كيبل. انا كيبل ما حاط انتاج فوق، ترى انتاجه كل شوي روحي ما اعرف ليش. يبالي اما تخط كيبل اتصور. كان هذا هني، لا مش هني، هني ولا هني. هذا هو 1 2 3 4 5 2500. يبقى من هذا خلينا نشيل 500 حق شو؟ 500 حق نسوي كيبلات، 200 كيبل، 400 يبقى نحق 200 كيبل. بس بعد ترى وايد اسرع من ان كنا في اول نصنع من الصفر، لو تذكرون كنا نصنع من الصفر، ان ياخذ منه للابد. خلينا نفضي هنا اول لحظه، 2500 300 كيبل يبغى له، مش 200 انا اسف. انا اسوي 300 كيبل، ما عندي مال 300 كيبل، ما عندي. لان حاط في بالي انا 200 كيبل قريته، تعرفون. خلاص بجيب شوي زيادة وبجيب بيبات، يمكن انا بسوي براغي، والبراغي بوضعهم يبالهم وقت يعني اصلا، بس مش قضية. بنسوي براغي، عندنا اصلا وايد بيبات هني، بنسوي براغي الحين، بنسوي كيبلات. بس مش مرتاح، خلونا اجيب هذا اول. دقيقة بجيب وايرات زيادة، وايرات عندي وايد وما قاعد استهلكهم في شيء صراحة، المفروض اسوي كيابل. هني كان اوكي، المفروض اسوي كيابل الصراحة، بتعور اخ، المفروض اسوي كيابل بصراحة، هي لازم. هالشباب دشوا خليتهم يطالعون المصنع وتموا معلقين، ذبحتهم، موت، واحد مات. اوكي، مروا معيشة. اوكي، الله يرحمهم، ما حد شاف، ان شاء الله ما يشوفون الحلقة. زين عسى ما يحتشرون. ذبحت انا، كان عندنا سمان بيقولون، واخر شيء ما بنوا شيء. قلت لهم ممنوع، هذا حق المتابعين. يقدرون يدخلون، مفتوح البورت. بس قلت لهم اللي بيدخل وبيبني بدقه. الشباب يدخلون يطالعون. ندخل مع بعض الحين، مثلا انا ادخل مصنع عندهم، اخذ افكار، ياخذون عني افكار بالطريقة هاي. بس ما شاء الله عليهم تقريبا خلصوا اللعبة. لان نلعب، انا كنت العب وياهم يعني، تقريبا كنا خلصنا اللعبة، مش قضية يعني، بس انه يفرق شوي. لحظة خلنا نسوي براغي هناك المصنع. سويت بث عليه يمكن 25 دقيقة وكان عندي مشكلة في البث، فقمت وش اسمه كنسلت المواضيع تقريبا، ما سويت شيء. اي ما سويت صح، ما كملت، كنسلت الستريم، كان في مشكلة في الصوت بعد، ويوم عدلته كان في رقاد. خلاص 3-4 ساعات قعدت ادور، تعرفون تدورون مشكلة بسيطة تاخذ الابد، والله اي مشكلة بسيطة تاخذ الابد، ما اعرف ليش. نبا قطار معياري، خلينا نحط لي المهام. نبا 13 واحد، اوكي. لو حديد مخونة بس 36، اوكي نايس. عندي 2-3 حتى، ما كان لازم اسوي هذا. يبل 300 قضيب عندنا، القضيب اوكي ردي كامل. حلوه سالفه الحسبه هاي، وايد ساعدتني، تكيت من موضوع احسب وسوي وهذا. فاكتوريو كنا نسوي كل شيء يدوي صراحه، نسوي بروحنا، كان معاناه شوي.
انزين الحين باقي 12 اطارها مش 13 اطار. انا دائما الكتبه هاي مال 12 13 خربط ما بينهم، ما على واحد ما تفرق يعني. خلنا نسوي مسامير ثلاثة، واحد اثنين ثلاث، اوكي اوريدي كان عندي اياه. اوكي بس خلاص هذا البحث الاول، البحث الثاني خلاص خلي المصنع يسوي هذا، لان نحن الحين بنروح نستكشف بترول ما نقدر نسوي سيارة للحين. او شيت يبالي 23. اخ خلاص اصير تشوفوا كم واحد انتجوا. قلنا يم تحسب غلط هذا اللي يستوي، وهذا في حساب وحاسب غلط. انزين هني مفروض كم في 5 6 الحين اظني، اوف 18 يا حبيبي. لا زين الانتاج اللي فوق زين، معناه اذا حطينا مصنع البترول بيكون وضع طيب. بس البترول ما نقدر شو نسوي، ما نقدر نروح النيبتي بالطريقة هاي، راح يجيب العيد. فبنستعمل السيارة القديمة، لأن لازم نسوي الحين مال السيارة صح؟ فإذا أنا أبغى أسوي السيارة الجديدة، خلي يكون مصنع شو هذا؟ الشحنة الجديدة بس براية، لأن إحنا شو بنسوي؟ مش إنتاج في المركبات، محطة شاحنات بنسوي. محطة الشاحنات راح تكون ابغى اسوي منزال على خطوط هاي، اساس الشاحنة تنزل عند الخطوط تتوكل على الله. فبنسوي لنا مفقود خرسانة، بس يذيب نصير اني بخرسانة لحظة نسيت يا جماعة اي بخرسانات. اول شيء لازم سيارة نتنقل، اول شيء اسرع اامن اقدر اشيل سامان، لان بصير ابني انا الحين محطة النفط مالي لازم بسوي شيء يعني ما اعرف شو بسوي، بس لازم اسوي حقهم شيء نفس ماينر يعني بيكون. انا وين ساير اظن انتوا الحين تقولون ارجع الخرسانه وراك، والله انا عارف بتقولوا هالشيء. زين شلينا خرسانات ويانا، شلينا هذا ويانا، شلينا حديد انابيب. زين نبا هذا، نبا اسلاك حق مصانع، نبى بمر في السيارة، بمر في السيارة. الحين خلنا نصنع، يبالها كل شيء ثاني عندي، لا يبالي إطار. الإطار هذا راح يسوي له مشاكل إذا كل شيء يبالي إطار 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 إطار، وايد يطول ترى. بس مو مشكلة ليش؟ لأنه عندنا واحد قاعد يصنع، غلطة تصنيع هالشغلة هاي. كم سوالي؟ والله زين صدقون هذا الكل. والله زين عندي 12 اطار، والله جيد جدا يعني. اليوم يمكن بنزيد انتاجه شوي بعد، مو صدق ما عيب اني وايد انتاجه، بس حاليا صابر عليه لاني مجبور. زين بترول كان عندنا صح، سوينا ذيك اليوم انا وانتو دفعه كامله. ها بخليه عند المحطه الباركن مالي، باركن سياره، بعدين بشوف لوين بمده. بس خلونا نشوف حجمه الاول، لان هني في تلوث عندي واذا قربت وايد عادي اموت، فهاي راح تكون معاناة. فتخلوني اشيل من هذا، يبالي قناع غاز، بدون قناع غاز الوضع صعب. لان المفروض الحين المركبة هاي كمركبة نحن شو نسوي، نقدر نسجل الرحلة ونقدر نخليها تي لين عندنا. لحظة ايوه ما اعرف كم حجمه انا هذا، خلوني بشيك حجمه كم. اوه اوكي لازم لذاك الصوب يكون محطة هناك. لاعب تعدي على خص اها اها اوكي اوكي محطة شاحنات. بس وين المنزال؟ اظني بالعكس بيكون، ايه بيكون بالعكس، بندخل فيه سامان عشان نطرش
شني بسامون يكون داخل، بس ابى مساحة على الاقل بلوك ولا بلوكين، خلوه بلوكين افضل، لانه الاساس نقدر راحت نشتغل، نقدر نحط شيء وراه نسوي شيء. يا خاي مرة مسوي شيء من هذه الناحية. أباه يجي من وين؟ أباه يجي من هني، شوفوا بسوي له طلعة حق السيارة تي فوق. أبى أطلع السيارة فوق الحينه. ما أعرف كيف التسجيل للحين، لازم نستكشف شوي أنا وياكم. زين، وننزل من وين؟ ننزل نفس المكان؟ هي ننزل نفس المكان، بخلي هذا المكان ممشى. خلنا نشيل هذا، غلط مكانه. بسوي هذا المكان ممشى. زين، هو سوي ممشى، بس لازم نحط ايه بعد، ترى عنده اولية في السيارة مش بالبساطة. تعال وروح، ترى خلنا نسكره. ممشى هني يوقف، يبدأ الممشى هني. ايوه فكرة جميل والله. سويه بالطريقة، سكره هني. ايه خلنا سكره هني. اوكي ممتاز، اكثر منها ما تحتاج العربة. اوكي خلينا نحط محطة الشاحنات بالطريقة. شو ما بالشحنة وايد تاخذ مسافة داخل بعد، ما بتتعود علينا وايد. وهذا اروم اشيل هذا اللي على الجنب ومرر من مخطوط عادي يعني. انزين الحين لازم نصنع شو؟ شاحنة. انزين الشاحنة يبالي 5 بيكن اللي هو الجرار مترك، والبيكن اقدر اسوي 3 لانه يبالي شو ناقصني؟ ناقصني كيبلات. كيبلات بما ان انا عندي هاي كلهم، خلنا نسوي كابل 1000 وشي كيبل اقدر اسوي. كم عندي حق كيبلات؟ بشيل سامان بعد زيادة ترى حق الشاحنة. وعلى فكرة الشاحنة فيها وركشوب حد ذاتها. زين هذا 5 صار عندي. اوكي هاي الشاحنة بنحطيها جرار صغيرون. يلا الحين بنستكشف شوي بترول، بنستكشف شوي بترول. زين 1 2 3 1 2. زين خلنا نرتب السامان اللي في الشنطة لحظة. زين هذا كم يشل؟ بنشيل حط فيها الكثر بترول، حط فيه بترول سبير، بنحط فيه براغي الواح حديد هذيل كلهن فحم. عندي فكرة في شو بستعمل فحم انا. هو اروح احط الفحم دايركت استعمله. نايس نايس. زين بنحط هذا داخل كونكريت وايرات، هذا حق البلتس موتر 50 حق شو ماخذ انا، حق هذا ثاني. خلينا نحطيه فيه صناعات التحويلية. شاحنة الجديدة 50 هذا. اوكي ها بعد ما ارجع برا يعني. خلينا ندور نفط خام. يا سلام لا يسجل. اخفاء عقد المسار، تعطيل الطيار الالي،
ابدا التسجيل كانسل. اوكي ما نبي يسجل، يعني ممكن اخليه يسجله. اوه 3 كيلو بعيده. لحظه 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 لحظه، وين احس البترول؟ 3 كيلو هني، 2 كيلو هني. اوف اوف، مصفات النفط عندي حقها سامان؟ لا ولا المضخة، وانا سايرة اظني مصنعي صغير. لا والله مش صغير، والله حلو الباركن ماله وايد كبيرة. اروم اسجل بالطريقة هاي، يوقف هني يتوكل على الله. انزين خلنا مساكين ذابحينهم مبينين تشوف. انزين خلنا نشوف شو يبالنا. يبالنا ساعدوني، هذا الثقيل ثقيل اساس الصنعة. شو يبالي؟ اكيد يبالي هذا. زين دقيقة، قطار معياري ثقيل، يبالي 5 عادي، 5 بيم ومسامير. نايس، يعني يبالي 5 من هايل. اقدر اصنع حبتين. حلو، خلنا نشيل 20 بيم، خلنا نشيل اكثر 75. اوكي 100 شلت برايا. زين وبنشيل المسامير اذا حصلنا المسامير. المسامير يمكن اصعب شيء عندي اشيلها الحين. انزين 2 موتر عندي 50، هذا عندي 20. اروم اشيل شو اسمه بعد، الانبوب هذا، انبوب الحديد. خلنا ناخذ من لحظة، انت كم عندك؟ عطني كل اللي عندك، خلنا نفك عبري. وغير انبوب الحديد اللي خلصناه نقدر نبى كيبلات، معناه يبالنا وايرات، وعندنا وايرات خذنا كمية. زين بس هذا خلنا نشيل هالسامون اللي هني. اوكي كم عندي؟ 14. انا ابى كم؟ ابى مال حديد زيادة اسوي. زين خلنا نشيل، اذا حصلنا مسامير زين، اذا ما حصلنا مسامير لازم نشيل من هايل على اساس نسوي لنا مسامير. لازم نشيل من هذي على اساس نسوي لنا سامان ثاني. زين هذا كله بينحط في الشاحنة، ونسير تحت ونسوي لنا شو؟ نسوي لنا اطار معدني ثقيل. يعني الحين باقي لي انا بس اللي فعلا ناكبني 90 مسمار. يبا بس 90 مسمار رخيص. هذا 300، لا نبقى 400. اوكي 2 معيار ثقيل، 1 اطار معياري ثقيل. انزين يبالنا 6 الخفيف، لازم نسوي قبل لا اروح. لو حديد مخوى جاهز موجود عندنا، نايس، لان عندي سمن وايد بس براغي هي اللي يمكن اتلعوز فيها. بس هو دائما انا متلعوز في البراغي حتى الحين. بس الحين بنفتح اللي هو الكمبيوترات مالهم. فتحت الكمبيوترات ولا بعدها؟ لحظة دقيقة، انا مقصر في البحث والله، لازم اسوي بحث اكثر. خبرتكم عن البحث طبعا، بس نحن لازم انطار معياري ثقيل. ناقصنا براغي، براغي قلنا بسيط.
قلنا بسيط جدا صح. طبعا بنغامر اذا حصلنا شيء في دربنا بنسويه. شو ناقص؟ 7. اوكي الواحد يد مخوخ. خلينا نسويه. اربع ما كف حق 5. اظن ما نبغى 5 اصلا. اوكي هذا يكفي. بس خلنا نسوي براغي. مسامير. مسامير انت بقولهم براغي انا. ايش ما حد يقول لي. زين هذا سوينا. بنسوي مبدئيا اسمه واحد بس. خلنا نشيل هاي في الدرب. خلنا نشوف البحث شو بيطلع لنا. اكتمل تنزل هذا الرجل سخايم من بدء التحليل الجديد. لازم اخلط. اوكي يقول لي اللي نحن طلعناهن الشارز ممكن نشلهن ونسويهن حق باور تكنولوجي. بس في شيء هني زياده من اخر مره طلع لي سمان زياده. لوحه دائره. انزين بنسوي لوحه دائره. شو يبغى عشان نصنعها؟ يبغى له بلاستيك يعني يبغى له بترول. اظني بحتاج اكثر من شاحنه اتصور. ما وصل البحث مالي للحين. هلا ابوي. هلا ابوي. لحظة واقف فوق وتقولون ابا عارف وين اسير. اوكي عرفت وين اسير. تمام صوب الغروب. بس شكل الدرب طويل. اوف ما في درب زي ما هني ما هناك. يلا بترول يكفيني تتوقعون؟ ما اعرف في ورشه في كل شيء عندي في منشار في. بنخترع بترول بس اذا بناخذ طريق بهالطول مصيبه. لازم استكشف بعد ادور عليه من الصبح. ناكل هل ناكل؟ زين نلبس هذا. يلا يلا نروح. الحلو يراوينا كل شيء وين مكانه. ما في خريطة لكن زين. كفو سير سير تستطيع. نعم ايوه هاي اللي عبن وايد طاقة احيد. انا رجعت فل. نايس يلا. يا سلام تقطيع فيه رقم واحد. بس شكله طريق طريق. ها إذا حصلت مخلوقات بنجرب نذبحهم نطلع منهم سامان. ايوه هذا كبير هذا. ها بدعمه. اوف ما ينفع وياه. دعمه تعال تعال يا رجل عليه من حطي. تعال دعمه ما يموت. بنزل له. يلا اح اح اوف يا انه يتبعني.
اخ بموت انا، خلنا اشرد. انا اسف غيرت رايي، ما بيذبحك بس بدعمكم كلكم. ما القهر، متمنيا ان تموتوا. برجع لكم على برجع لك، يبالي جير شكلها. شو داخل في الوسط؟ هلا بالعيال. شو هذا كله؟ تعال الوسخ تعال. شو ما في شيء؟ شو عجيب، سامون شيء غراب عنده هذا. خلنا نشوف البترول وين. بس انا توي شفت شي في البحر. روم اسبح ولا بموت؟ ما روم اغوص؟ شو هذا؟ شكله لازم اطوف البحر. شو منصة انزال مطلوب صراحة، تحتاج 200 ميجاوات ساعة. ديل بطارية مكسورة. شو بطارية؟ بصلحها هاي عقب، برجع لها، لازم نرجع لها، اكيد برجع لها. الحين عنا اخطفته هناك، برجع لها هذا، بنرجع له بنوصل له كهرباء. صبر بس، المشكلة الحين مش هنا، المشكلة في كابلات هنا. المشكلة إذا بوصل للبترول ما ظني أروم أسبح في هاي. أروم أسير؟ يروح والله، ما في حيلة. في هاي فوق تشوفونها، باور شارد. في شارع، في شارع اكل، هو مضروبين على عيننا. وانا وين ما وقفت الا على الاكل صح؟ كترت الشيرة يا حبيبي. وين المكان اللي انا جاينه هذا؟ هذا خذناه اخر مره، ما اعرف فايدته بس هالسوالف احس مفيده. انا نجمع كل شيء. شو دستنا مره ما تقدم. رجعني نفس المكان. يستهبل مرة ما دفع برع، ما اقدر. اقول برايا بروح مشي. عندي اغراض اظني كفاية. لا في شيء ما عندي، خلنا اشيله. بنسير بنحط نحن البترول هذا برد، بنعطيه سامون وبشيل منه سامون، لان في عنده سامون انا ابوه هذا. غركته والله. قبر بنشيل منه، بنعطيه هذا، بنشيل فحم، بنشيل كونكريت. عندنا بليتس، عندنا ما نبغى هذا، هذا برع. بشل منه هذا، بشل منه براغي، براغي زيادة.
اعطيه اسلاك وش الشيء ثاني؟ ايه بعطيه الفحم انا ما ابغى، اعطيه هذا منه مال البلتس ان شاء الله السمون يكفيني. ان شاء الله ما يضربني من تحت المي ان شاء الله ان شاء الله. وين بصير حق البترول انا؟ زين وكيف بجيب بالسيارة حتى اذا سرت؟ شافني لا توجد مساحة كافية. الوسخ ما عندي اكل. مشتي اكل هذا؟ لا. زين شو اعق من عندي؟ بيكن ما ابغى. والله كانت سيارة مشروع ناجح. قلت يمكن تطوف يمكن شيء. ما طاعت والله. خلنا نتم. يمكن نسوي هناك الحين مصنع سيارات اظني. خلنا نعق هذا ناخذ اكل ناكل. زين نلبس هذا ونشل البيبات مره ثانيه. والله غابه شكلها خطيره يا حبيبي. عقب ذاك العود والله انا قمت اشك ان اقدر اذبح حد، بس في وايد فواكه هني. اه السيارة وياي كانت اموري طيبة، لكن شو نسوي؟ هني ما ينفع اني بحزام ولا شيء. اه لازم هيطلع من الذباب، ذكرت انا الخايس ما في الحين الضرب اي حد. ابا بترول انا، أنا البترول هذا والله مكان حلو. والله مكان جميل. هلا بعيد عن الذباب هذا بس. شكلي بسوي سيارة ثانية هناك. نقدر عادي. بعد حطام ثانية. ما ظن عندي مكان اشيل سامان. اح. خلنا بشرد عن الخايس. الوسخ. مكان خطير يخرب بيتهم. قريب وصلنا قريب البترول. اذا وصلت عند البترول اوكي بضاربهم. 400 متر سيدة. بس كيف بوصل له انا هذا بسيارة بربعة؟ ما اعرف. اظني وصلنا دنيا بعيدة، عالم جدا كبير. يا سلام 200 وشي متر. اوكي هني كنت اظني اقدر امشي في سيارة دام انه مش مسافة سباحة. كان عادي يوم مرينا من هناك ان اظني ما كان في سباحة في الموضوع. هذا العود بذبحه في يوم من الايام، صبر اكيد يعقلي شي. هني البترول، بس كيف نعرف وين نحط البترول؟ تعال شوك شوارما. تعال تعال يوسخ يا رزل. ايوه هني بترول يعني نفط خام لا يمكن الجمع. خلينا نذبح اول شيء الذباب كله. صبر هذا
ضربة واحدة يموتون ها؟ بس تعال ضربة الضربة هاي، اوكي ضربته. مصفاة نفط على طول. لا مش من مصفاة نبأ، مضخة نفط صح؟ هذا ايوه ايوه هذا هو. شوف بس زين الحين بحطي انا هذا، بس اقدر احطي سيارة جديدة؟ لحظة لحظة انا عندي سامون حق سيارة وما حطيته هناك؟ لا ما عندي سامون حق سيارة، اوكي. فبحطي شو بسوي؟ بحطي من اول الشغلات، بحطي الانتاج، بحطي هذا لانه هذا رخيص و90% من الوقت نقدر نحطيه، واقدر اسوي سامون اذا حولي شيء. انزين ها كم يستهلك بترول؟ 40 ميجا واط. ول انزين السيارة تمرمه هني بس ما تمرمه هناك، يعني هناك يبالنا اساس حق جسر صح؟ مش وقت المشاكل انا اراويكم فيه الحين. اح ذبحني. اخ اه مشكله بعيد بعيد. تعرفون شو يعني بعيد؟ وايد بعيد. وايد بعيد. وايد سمان عندي كان. الكبير هذا عله. والي البترول ما بعده. تعال اباكم كلكم. انت شغال؟ هي شغال. وين بترول؟ ايه بسير هناك عند سيارة مالي، بودي سيارة ثانية وبودي معاي اغراض. ما في هني براغي زيادة، لو شو ما تحصلوا عندي براغي زيادة. بطوف سيارتي غصب. صبر بصير اشيل اغراضي على طول، ما بعقد الموضوع، ما بقعد اسوي اغراض من اول وجديد. اوف ما في شيء، في براغي بس انابيب ما قام يستوي عندي. ليش اللي قام يستهلك الانابيب؟ ليش الانابيب تستهلك بالطريقة هاي؟ غريبة والله. لحظة عندي سامون في صندوق اللي ما له داعي. يا جماعة يعني احباط نفسي. بوقف التسجيل وبنسوي محطة البترول، بودي كل الاغراض الجاهزة بعدين. وبنسير بنسوي لنا محطة بترول جديدة ان شاء الله. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة. فتحنا البترول، فتحنا الشاحنة، فتحنا كل شيء. وحطينا اوريدي محطات بترول هناك، ومثل ما تعلمنا الاغراض في اللعبة ما تختفي، فما عندنا مشاكل. ان شاء الله نشوفكم مرة قادمة، حلقة قادمة على خير ان شاء الله. اتمنى منكم لازلتم مستمتعين في السلسلة ومشكورين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.